نريد من فضيلتكم تعقيبا حول صلاة مجموعة من الناس قبل الإقامة في صلاة الفجر، هل يؤثر على صلاة الجماعة الأولى؟ لا، إذا كان الناس يعني عندهم ظرف طارئ وكانوا مستعجلين ودخلوا المسجد والإقامة بعد باقي عليها ثلث ساعة أو كذا، فأخذوا جانبا من المسجد مثلا صلوا جماعة بصوت منخفض وكذا ثم انصرفوا، لا شيء عليهم إن شاء الله. والأصل نعم ينتظرون الإمام، لكن إذا كانت لهم ظروف خاصة لا شيء عليهم إن شاء الله تعالى.